حضوري احسن. علاش؟ حيت راه لاحظنا ان في هذه الفتره هذه راه اغلب التلاميذ ما قراوش عن بعد، يعني كاين اللي ما عندوش وسائل، يعني ما عندوش بورتابل، كاين اللي ما عندوش بي سي باش غياده، كاين الناس اللي ما متوفراش لهم الظروف، كاين الناس اللي ما استجبوش للدراسه عن بعد، مشاو سافروا وما كاع، يعني وليداتهم مادام سمعوا ان المدرسه غتوقف وان يعني النجاح مضمون ما حاولوش انهم. انا كنعرف اساتذه اللي كانوا كيقراو 10 ديال التلاميذ مقارنه مع ان قسم فيه 40 تلميذ، 30 اخرين فين مشاو. ولكن اللي كنتكلموا عن الصحه يا الصحه، ممكن يكونوا اجراءات، ممكن يكون ياخذوا شي تدابير وقائيه، ينقصوا من عدد التلاميذ في القسم، يعني خصها تكون شي تدابير، ممكن انهم يعتمدوا على التعليم الاولي، يدخل يقرا، والتعليم الثانوي والاعدادي يجلس في الدار، حيت هذوك تبارك الله دي جون اللي ما عندهم لا باز، وديجا انه يعني عنده كلشي، عنده تليفون، كنلقاو ماشي بحال الدراري الصغار هذوك، يعني راه عنده امكانيات، حتى الا ما كانش عنده يقدر يمشي عند صديق ديالو يقرا معاه يراجع معاه. ولكن انا كنفضل ان التعليم الابتدائي يدخلوا يقرا، حيت التلاميذ غيضيعوا. يروح يبدا وهو ارحم الراحمين، نبداو بعدا بواحد 50% كل واحد في طبلة، ومن ديك الساعه نيت الا شفنا شي حاجه اللي شي حاله ولا شي حاجه ديك الساعه نرجعوا عند عن بعد. لا بد الحضور، ضروري حضور. ها ايوا، باش يتعرفوا على التلاميذ على الاقل ما بينهم وما بين الاساتذه وما بين الاداره، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يرفع علينا هذا البلاء يكملوا هكاك ان شاء الله الرحمن الرحيم. واذا كانت شي حاله لابد من البعد، ولا بد لان سميتو لي تيست كثروا، لابد غيبان هذا سميتو، لان شحال هادي لي تيست كانوا قلال، دابا لي تيست كثروا، دابا غادي يبانوا حالات. انتي ايوا، وربي سبحانه وتعالى ما كيطولش البلاء، غير. بالنسبه لهاد الاونه الاخيره سورتو هاد لا سيمين هادي، كنشوفوا باللي كاين ارتفاع كبير نتاع الحالات تاع كوفيد في المغرب، كيتراوحوا ما بين 1000 و1200 1300 حاله. كنظن بان التعليم عن بعد غيبقى هو الحاله الوحيده، لا سول سوليوشن اللي عند هاد الناس انهم يقراو عن بعد، حيت الحالات كثار ولي زوبيتو عامرين و الطاقة الاستيعابية وكل شيء ما كيناش. مهم بالنسبة للمغرب دولة الحمد لله مزيانة وكل شيء، ولكن بالنسبة في الجانب الصحي خاص بزاف نتاع الجهود، وبزاف باش أنهم يوفروا لهم أدوات ديال الأكسجين وهذا الشيء، وهذا الشيء غير ممكن. أنا النظرية الشخصي مفضل تكون التمدرس على البعد، لان عندنا هذا الشيء ديال الوباء كثير وغادي بواحد السرعه اللي هي خياليه. نفضل يكونوا الدراري كيقراو في ديورهم، نضحيو واخا انتقادات، واخا كل شيء نتقبلوا كل شيء، مقابل نحتفظوا على وليداتنا. هذا الشيء اللي كاين. اسيدي سنه وحده الا درناها تقريبا بحال الاخرى اللي دازت ما عندناش مشكل، مقابل نتهناو من هذا الوباء. شكرا. بالنسبه للدراسه عن بعد عندها بزاف نتاع الايجابيات وديال السلبيات. الايجابيات ديالها ان التلميذ كيقدر انه يعتمد على راسو، انه يخدم راسو، انه هو يكون حريص انه يكون في المستوى بدون مراقبة ديال الأستاذ، بدون مراقبة كيكونوا غير لي باغون ديالو معاه في البيت. أما بالنسبة للسلبيات كاينين أسر بزاف اللي ما عندهمش واحد المدخول قار، سيغتو أن في كوفيد بزاف ديال الناس فقدوا مناصب الشغل ديالهم، خص نورمالمون الدولة أنها تكلف تدير الانترنيت، تديرها فابور للأسر المعوزة، وتدير أنه دوك لي لايف اللي تيكونوا أن الأستاذ كيقري عن بعد كتحتاج بزاف ديال الفلوس ديال المصاريف، خصها تكون غراتوي. من الاحسن باش هاد الوليدات انهم يواكبوا ويكون تكافؤ الفرص، يكون بحال واحد الانسان اللي والديه عندهم بحال الانسان اللي والديه ما عندهمش،
ومن الاحسن كاع الا كانت واحد المبادره غادي تكون مزيانه ان التلامذ اللي كاينين في القرى النائيه واللي ما عندهمش ان الدوله تكلف ما منه بس انها تكلف ودير لهم تليفونات وتتعامل معاهم حين ترى الظروف قاسيه بزاف. انا بالنسبه لي كمربي وكاب بالنسبه لي انا السنه يعني التحضيريه ثاني حتى الابتدائي تخصهم يحضروا. غنقول لك علاش. مثلا واحد باهم ما قاريهش ياك كاينه مولات الاستاذه ديال الفرنسيه على حسب التجربه اللي شفت ان الاستاذه ديال الفرنسيه كتعطي التمارين والدرس كتعطي الفرنسيه على اساس ان باهم فرنسيين فهمتي. فلهذا الاب يعني بالنسبه لي انا شخصيا يعني الولد ما غيستافدش يعني تخص الاب والام يمشيو يخلصوا شي استاذ اللي غيدير له المراجعه اللي غادي يقريه الى اخره. فكاين مشكل كبير في القيد الدراس عن بعد. العربيه هي با بروبليم بالنسبه يعني ما كاينش مشكل بالنسبه للرياضيات ما كاينش مشكل ولكن باللغه الاجنبيه كتكلم بالنسبه في الدرس كتعطيه كان الاب والام فرنسيين. فما يمكنش تجي في العقل ان واحد الولد كيقرا في واحد الكتاب اللي هو فرنسي واحد النص اللي هو فرنسي على واحد المجتمع اللي هو فرنسي فهمتي وامريكي في نفس الوقت اللي هو بعيد على المجتمع ديالو تماما. ومن بعد حيت كيعطي الدرس ديالو كتعطيه الدرس كتعطيه بالطريقه اللي الاب ولا الام اللي هما ما عارفينش ما غادي يقريوش بهذا. واخا يكونوا عارفين تخصهم يكونوا عارفين واحد المستوى اللي هو عالي باش تسمى راه عندهم حتى هما عندهم الفرنسيه كيتقنوها مزيان. اذا كاين واحد كاين طرق الدول الاخرى راه سابقينا كاين طرق ديال باش يقدروا ينظموا الدخول المدرسي بواحد الشكل انه التلاميذ ما يتقاسوش. اذا تخص شويه ديال الراس يخدم فهمتي ماشي بحال غادي يلقاو الحلول ولكن تخصو لابد التحضير يحضر يعني الابتدائي يحضر. هذا شفع كبير ديال الحالات اللي مصابين دابا في كورونا. ما كنت نفضل يبقاو الدراري دراسه عن بعد واخا الناس ما قادرينش يوفروا الوسائل التقنيه وكذا. من الاحسن يبقاو محتفظين بوليداتهم في الدار ويبعدوا عليهم على الوباء كورونا حتى ياخذوا احتياطات ديالهم. قدر الا كانوا تجمعوا في المدرسه ولا شي حاجه غيتصابوا بكورونا. هذا هو الحل المناسب للاطفال والاباء ديالهم. ارتفع بزاف راه كانت كتجيها واحد 100 حاله 200 حاله دابا 1000 حاله 19 وفاه راه شي حاجه مخيفه بزاف. كنتمنى من الجهه المعنيه تاخذ واحد الاحتياطات المناسبه للاطفال ديالنا وتوفر لهم الامكانيات اللي تقدر تعاونهم على الدراسه ديالهم. شكرا. التيم الجاي تيبان لي كنلقاو فيه بزاف ديال المشاكل نظرا لهاد الظرفيه اللي حنا فيها دابا مع كورونا. في هذه الايامات الاخرى ولينا تنلقاو بزاف ديال الحالات 1000 2000 ولا هادشي تيخلع. كيف باقي خاصنا نزيدو نقراو في الدار حتى يلقاو شي حل باش ان شاء الله الا دخلنا نقراو ولا شي حاجه ما يكون خطر على حتى شي واحد لا علينا ولا مثلا الاطر الدراسيه. في هذه الساعه تتشكل خطر كبير خاصه تنقص الحالات في المغرب ديك الساعه غادي يمكن لينا نواكبوا الدراسه ديالنا في بصح كاينين انتقادات بزاف ولكن ما عندنا ما نديرو خاصنا نصبروا. اللهم انتقادات ولا نمرضوا كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.